السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده عند ام فارس السوق التلات، عندها تشكيلة حلوة من البيجامات. ده من نوعها ايه؟ من جوه ولا مش التاني؟ انا هوريها لك هنا على الستاند بس ما تصوري. 65 اي حاجة؟ 65 كشف. كشف 145. كشف 145. دي بيجامة برضه. دي برضه 65. جامة ب65 جنيه والكشف مايو ب45 زي ما انتوا شايفين كده الالوانات بتاعتهم والخامة بتاعتهم حلوة. زي ما انتوا شايفين الاشكال كده قدامكم، هنتفرج مع بعض كده. ادي الجلاليب بيجامات اهيت، وفي جلاليب وكاش مايو، في حاجات ب65 وحاجات ب45. احنا عند ام فارس في السوق التلات وكل اسبوع ان شاء الله هتنزل جيت هنصور عندها. زي ما انتوا شايفين كده البيجامات اهيت، وفي الوانات كتير بقى وفي رسومات تانية، بس انا بصور لكم الحاجات كده وهنشوف اللي على الستاند دلوقتي. زي ما انتوا شايفين كده روبو هوز اللي هنتفرج عليه دلوقتي، ده ب65 جنيه اهوت. اهو كاش مايو الطعم دوت كان ب65 جنيه، قميص بالروبو كده شورت على بعضه. الحاجات اللي هنتفرج عليها دي حاجات ب50 اهيت. حاجات دي 50. جميل. في كاميلا ليكس خمسين الطعم على بعضه. حلو مشطه جميل. بنطلون الواناته فوشيا واصفر اسود بين موف ب50. زي ما انتوا شايفين كده على الستاند الواناته كتيره اهي. احنا عند ام فارس في سوق التلات، الموف 50 وده نفس السعر. شربيت هو كله ده 50. كل ده 50. حاجه كانت ب50 جنيه الطعم على بعضه اهوت، شورت وتيشيرت بتاعه. نتفرج مع بعض كده الاشكال اهي قدامكم اهوت. ده تيشيرت وعليه بليزر من فوق كده ومعاه شورت، وده طعمي كمان اهوت. اللي بصراحه الخامه بتاعتهم حلوه والمقاسات بتاعتهم حلوه، تلبس مقاسات كبيره 10 سنين. زي ما انتوا شايفين كده الالوانات بتاعتهم ورسومات بقى مختلفه. 50 50 ده 50 برضه. 50 برضه دي عامله 50 كلها. ده كله 50. والجلاليب هنا 65. 50 ده جينز اهو. قميص ده حلو جميل. 50. طولت الجلاليب بكم؟ السروب ده برضو عامل 50. 65. 65؟ حلو. واللي تاع جنبه الحاجات دي؟ 65 ده. 65 اي حاجة. كله هنا 65. حلو. حاجات الصيفي بقى. 65. مية وخمسين. بتلبس على بنطلون على عباية سادة. مية وخمسين. والشميزات دي بكام؟ الشميزات زي ما انتوا شايفين كده دي كانت بمية وخمسين برضه. هنتفرج مع بعض كده الواناتها كتير في السادة وفي المشجر، والخامة بتاعتها حلوة يعني زي ما انتوا شايفين اهو. الالوانات بقى بتاعتها اللبني والسموني والاسود والابيض والموف والاسود المنقط واللبني والاحمر. بصراحة كان في تشكيلة حلوة. شورت جينز كانت بخمسة، في حاجات ب45 وحاجات ب35 حسب المقاس. جينز بس خامته حلوة، لكرة بتنط وفي مقاسات كبيرة ومقاسات صغيرة زي ما انتوا شايفين كده. دوري بقى على المقاس. الشورت كانت ب45 جنيه. دي بقى الشميزات اللي هي ب150. زي ما انتوا شايفين كده الأشكال بتاعتها، هي بلوزة قط تحت وعليها الشميز من فوق، والألوانات بتاعته كتير يعني المنقط وفي نقطة صغيرة ونقطة كبيرة، والأشكال بتاعتها هي زي ما انتوا شايفين في السادة. بصراحة كان عندها تشكيلة حلوة والأشكال قدام كويس زي ما انتوا شايفين وألواناتها كتير. بدل كانت ب260 جنيه، بدلة كاملة ب260 جنيه.
زي ما انتم شايفين كده اهيت، ادي البنطلون بالجاكيت والواناتها بقى نتفرج على الواناتها مع بعض اهيت. كان في منها الكموني والكحلي، بنات كتير بقى الكحلي والاسود والرمادي والزيتي، الالوانات بتاعتها والكموني والرمادي الالوانات بتاعتها زي ما انتم شايفين كده، والكحلي والاسود، وفيها اشكال مختلفه بقى. الرسمه بتاعتها اهيت من فوق اهي، كانت ب 260 جنيه. ده كله عند ام فارس في سوق التلات اهيت. الاشكال اهيت، البدله اهي كان عندها تشكيله كتير، يعني كانت ب 45 جنيه. القميص قميص ساده ام القمصان اهي، نتفرج مع بعض كده. وفيها الوانات كتير بقى، فيها اللبني وفيها المقلم وفيها الساده وفيها المشجر. كان في ساده كتير بقى، يعني ممكن توفي لو انت ياخد بدله ممكن توفي تحتها القميص بتاعها، مش هتكلف كام، يعني هتخش رف 300 وحاجه. والالوانات بتاعتها كتير، ومقاساتها بقى المقاسات حسب ما انت بتنقي، والخامه بتاعتهم حلوه. كانت القميص ب 45 جنيه زي ما انتم شايفين كده، القميص كان ب 45 والبدله كانت ب 260. كان بقى في الرمادي وفي الاسود المقلم وفي النبيتي وفي الاحمر وفي الاخضر. بصراحه كان في تشكيله عندها حلوه، القمصان عند والخامه بتاعتها حلوه بردك، والالوانات كتير بقى بتختار اللي يناسبك. وفي كان في الموف، كان في الرصاصي، الموف كان بتاعه حلو قوي اهو الموف ده، بس مقاساتها المقاسات بتاعته مش كبيره قوي، كانت مقاس 40 بس. تقريبا الاسبوع اللي جاي قالت هتنزل بقى تشكيله تانية، هتنزل مقاسات كبيره ومقاسات خاصه اهي. وفي حاجات تانية كتير بقى، لما انت كل ما بتقلبي كل ما بتلاقي الوانات كتير، وبتلاقي مقاسات اللي انت عاوزاها، والكحلي بتاعها حلو. في الابيض اللي كان فيه خط اسود دوت، كان اي قميص كان ب 45، اي قميص كان ب 45 واللون ده حلو. وفي حاجات ماركات على فكره، مش ودي الشرطه الشرطيات، كانت الشورت ب 45 جنيه، كانت في ده هي الشرطه اهوت، كان الشرط الشرط ب 45. شايفين كده الشرطه ب 45 جنيه. والخامه بتاعته حلوه، الخامه بتاعته جنس اهو. الالوانات كانت اغلبيه الالوان كلها كانت رمادي، الرمادي وكان في الكحلي يعني مش، وكان في الاسود. دي بقى التيشيرتات زي ما انتم شايفين اللبس كده متعلق اهوت، الوانات كتير بقى وانت تختاري اللي يناسبك. كان عندها تشكيله حلوه من لبس لبس الخروج بتاع الصبياني. وادي الشميزات برضك اهيت، قطم على بعضيها، الطقم على بعضه. وفي دوت ده بلوزه كانت ب 150، بلوزه سودا كده تلبسها على بنطلون، ممكن تعمليها سواريه. بس بصراحه كانت حلوه اهيت، كانت يعني اشكالها حلوه. ودي شميزات، وده تيشيرتات برضك، ودي الشرطه، الشرطه كانت شورت فيها البنات منه كتير. هنتفرج على بعض برضك عن البدل. ادي بدله اهيت، دي زيتي، وادي الكحلي. بصراحه الالوانات كلها حلوه. لو اول مره تشوفي قناتي اشتركي فيها وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.